شغل معاك الساعة اللي فاتت لما مع الشركة وأبدأ أخد معاك ماشي وبلغوا نفع تذكرة اللي هو 20 سنتي فده عامل معاه توشن يعني بعد إذن حضرتك احنا انتهينا رأي الليل كان الصبح نمشي الحاجة الأولانية نكمل 100 متر الحاجة الثانية يجي الجهاز بتاع الجي اس الثاني الجهاز ده يوضح لنا ايه الخطوط المفتوحة لأن في حاجات على فكرة على الوقت 6 متر و 7 8 متر فلو احنا عرفنا الخطوط دي نبتدي نطبقها ونغفلها عشان خاطر نوقف نزيف